الثقل النوعي، الثقل النوعي لحجر القمر يوصل لين 72، من يبدأ من 254 ل 72، لكن الثقل النوعي في الكالسدوني 62 لغاية 62 63 264 وهكذا. أيضا الانكسار الضوئي يكون ما في فروقات كبيرة ما بينهم، 1 و5، في حاجات بسيطة في الفروق في الأرقام التالية بعد الخمسة. مكوناتها، مكونات الكالسدوني ثاني أكسيد السيليكون، لكن ما هي مكونات حجر القمر؟ هو أحد أنواع الفلسبارات، ويكون يعني مندمج لعدد أكثر من نوع من الفلسبار زي الأرثوكليز، الأولوجيكليز، السانيدين. طيب، في حجر القمر يكون في تشتت يسمى أدلوريسنس، يكون في تلاعب في عند سقوط الأشعة على الحجر، لكن في الكالسدوني لا. الكالسدوني يكون شمعي دهني البريق تبعه، لكن حجر القمر يوصل للزجاجي، ويكون كمان لؤلؤي. يعني انت الحين لو شفت حجر القمر هتشوف اللمعة له كأنك تشوف حجر لؤلؤ، نفس اللؤلؤ فيسمى لؤلؤي. يكون فيها طبعا اللون سماوي، في أبيض، بيجي على أبيض مو سماوي، بس لمعته اللون أبيض وليست سماوية. إيه كمان؟ وبس هاي هي الفروقات.